السلام عليكم اصدقائي، مرحبا بكم في فيديو جديد. من خلال ما كنشوف التعليقات والميساجات اللي كيوصلوني كتسولوا بزاف على تليفونات البابجي الفري فاير. المهم الالعاب كيبان ليا بلي الخوت مبليين بزاف بالالعاب. بصراحه ما ننصحكمش انكم تعمقوا في الالعاب بزاف وتلعبوا بزاف وتضيعوا الوقت ديالكم في الالعاب بزاف. شويه هكا وشويه هكا، الالعاب ماشي عيب ولكن ما نضيعوش فيها الوقت ديالنا كامل ولا حياتنا كامله. عطى الله ما يدار، نقراو شويه نخدموا شويه الى غير ذلك. المهم ما عليناش. المهم اليوم جبت لكم في هذا الفيديو تليفونات اللي مزيانين في الالعاب، اللي متصنفين حاليا من افضل التليفونات في الالعاب. المهم ماشي غير الالعاب، في الاداء ديالهم بصفه عامه في الفئه المتوسطه، يعني تليفونات ديال 2500 درهم حتى 2800 درهم حتى 3000 درهم، هاد فهاد الماكسيموم ديال الفلوس. المهم بلا ما نطول عليكم، الى عجبكم هذا الموضوع وبغيتوني ندير لكم فيديو اخر ونهضروا فيه على تليفونات اللي الاداء ديالهم مزيان في الالعاب ولكن في الفئه الاقتصاديه اللي الثمن ديالهم ديك 1500 درهم تقريبا، غير دعموني بلايك كما العاده، واللي مازال ما اشترك يشرفنا في القناه ويفعل الجرس باش يوصلكم الجديد ديما ان شاء الله. وما تنساوش تتابعوني على الانستغرام، الرابط تحت الفيديو، ولا كتبوا عمر اونتيك في الانستغرام ويطلع لكم الحساب ديالي. ويلا نشوفوا التليفونات. افضل تليفون في هذه الفئه واللي متصدر حاليا القائمه كندرت ليه مراجعه من قبل، وهذا التليفون كيجي بلا تطبيقات جوجل، واكيد هو النوفا 7 اي. النوفا 7 اي تليفون اللي مصنف حاليا كافضل تليفون في الاداء ديالو في الالعاب والتنقل بين التطبيقات الى اخره. المهم خفيف، هذا التليفون فيه معالج هواوي كيرين 810 من افضل المعالجات في هذه الفئه المتوسطه، مع 8 جيجا في الرام و 128 ميموار وباتري 4200 ميلي امبير، وحتى الكاميرات اللي فيه من افضل الكاميرات في هذه الفئه. وبصراحه تليفون تقدروا تعولوا عليه، والعيب ديالو كيجي بلا تطبيقات جوجل. المهم انا درت ليه فيديو من قبل وهضرت فيه على العيوب ديالو والمميزات، اللي بغى يشوفوا الرابط تحت الفيديو. هذا التليفون كما قلت لكم هو افضل تليفون من ناحيه الاداء حاليا، والثمن ديالو 2750 درهم، 8 رام، 128 ميموار. ثاني تليفون في هذه الفئه نزل للسوق في 2019 وبقى في الصداره ديال هذه الفئه حتى شد ليه بلاصتو نوفا 7 اي، وهو دابا مازال في المرتبه الثانيه من ناحيه الاداء. هذا التليفون هو ريدمي نوت 8 برو. ريدمي نوت 8 برو كيجيب معالج ممتاز في الفئه المتوسطه من ميديا تيك هيليو جي 90 تي، مع 6 جيجا في الرام، خلاه يكون من افضل التليفونات في الالعاب والخفه في هذه الفئه. وفيه باتري كبير بسعه 4500 ملي امبير، كيدعم الشحن سريع 18 واط، فيه كاميرا مزيانه تقدروا تعولوا عليها بربعه ديال العدسات الاساسيه، فيهم 64 ميجا بيكسل، وشاشه فول اتش دي بلس. واللي كيهمنا حنا هنا هو الاداء والخفه وتشغيل الالعاب. تليفون ناضي من هذه الناحيه، ولا بغيتوا ليه مراجعه كامله قولوها لي في التعليقات وندير هذه. الثمن ديالو حاليا 2690 درهم، 6 رام، 128 ميموار. الهاتف الثالث في هذه الفئه الله دخل السوق في المغرب هذه واحد شهر تقريبا، وهو ريلمي 6. ريلمي 6 اول تليفون في هذه الفئه، وبهذا الثمن كيجيب شاشه كتدعم معدل تحديد 90 هرتز، ولكن اللي كيهمنا حنا في هذا الفيديو هو الاداء ديال التليفون في الالعاب. هذا التليفون هو كيجيب ثاني افضل معالج في هذه الفئه، هو نفس المعالج اللي في الريدمي نوت 8 برو، المعالج من ميديا تيك هيليو جي 90 تي، ومع 8 جيجا في الرام، تليفون ناضي في الالعاب والخفه، وزيد عليها حتى الشاشه اللي كتدعم تحديد 90 هرتز، كتساهم في السلاسه ديال الالعاب، واخا الشاشه هنا غير اي بي اس ال سي دي. هاد التليفون تا هو فيه باتري كبير بسعة 4300 ميلي امبير، وكيدعم الشحن سريع ب 30 واط. الكاميرات اللي فيه ممتازين، ومن طبيعة الحال بحال كاع التليفونات ضروري يكونوا فيه بعض العيوب. اللي بغى يتفرج في المراجعة الكاملة لهاد التليفون الرابط تحت الفيديو، تا هو درت ليه فيديو من قبل. الثمن ديالو حاليا 2800 درهم، 8 رام، 128 ميموار. التليفون الرابع في هاد القائمة اللي تا هو مصنف من افضل التليفونات الالعاب والاداء ديالو مزيان، هو ريدمي نوت 9 اس. ريدمي نوت 9 اس هو فيه معالج من افضل المعالجات في هذه الفئه، هو معالج سناب دراجون 720 جي بتكنولوجيا 8 نانو، ومع معالج رسومي ادرينو 618 و 6 جيجا في الرام. التليفون هو زوين وناضي في الالعاب، وفيه مميزات كثيره بحال التصميم ديالو اللي جديد في هذه الفئه. بصراحه ما شفناش يعني شي تصاميم اللي مختلفه بزاف في هذه الفئه هذه، الا في هذا التليفون اللي جاب تصميم
مختلف شويه، وخصوصا الشكل ديال الكاميرات فيه باتري حتى هو اكبر من هاد التليفونات كاملين اللي هضرنا عليهم. السعه ديالو 5020 ميلي امبير، وكيدعم الشحن سريع 18 واط، وفيه احدث نظام تشغيل اللي هو اندرويد 10 بطبيعه الحال، وفيه حتى الواجهه الجديده ديال شاومي ام اي يو اي 11. بطبيعة الحال كما فيه مميزات حتى هو فيه عيوب، الا بغيتونا نديرو ليه مراجعه بوحدو علاش لا نديروها عليه ان شاء الله. الثمن ديال الريدمي نوت 9 اس حاليا 2800 درهم، 6 رام، 128 ميموار. هادو هما احسن اربعه ديال التليفونات اللي تقدروا تعتمدوا عليهم في الالعاب في هذه الفئه وبهذا الثمن. بطبيعة الحال راه فيهم بعض العيوب، كاين اللي درت ليه مراجعه واللي ما درها ليه وبغيتونا ندير له مراجعه، نديروا ليه مراجعه ونذكروا المميزات ديالو والعيوب. المهم حنا اللي همنا في هذا الفيديو هو الاداء في الالعاب والاداء يعني العادي ديال التليفونات. التليفونات هما اللي مصنفين في هذه الفئه كافضل تليفونات. بطبيعة الحال كاينين تليفونات اللي احسن منهم في الفئه الرائده الفلاكشيب، وكما كتعرفوا زيد المزيد الدقيق. كما هي العاده نتمنى نفيدكم اصدقائي في هذا الفيديو. الا كيعجبكم المواضيع اللي كندير والفيديوهات اللي كندير، شاركوا القناه مع اصحابكم ودعمونا بلايك الفيديو، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.